احتفل الصينيون بمهرجان القمر الذي يعود إلى تقاليد عمرها 3000 سنة، ويأتي مع يوم الاعتدال الخريفي عندما يكون القمر في أكمل صوره ومستديرا. وحسب التقاليد الصينية فإن المحتفلين يتناولون فطائر القمر تحت ضوء القمر بشكل جماعي، ويضيئون المصابيح على المباني العالية ويسيرون فيها في الشوارع، فضلا عن حرقهم البخور وأدائهم رقصة التنين. في نهاية النشرة تذكير بأبرز العناوين. وزارة الطاقة السعودية تعلن أن الهجمات على منشأتي أرامكو أدت إلى توقف مؤقت في الإنتاج بنحو 5,700,000 برميل. ترامب يدين الهجمات على السعودية، بومبيو يتهم إيران بالوقوف خلفها، وإدانات دولية وعربية واسعة ضدها. التونسيون يدلون بأصواتهم اليوم لانتخاب رئيس جديد للبلاد وسط تعزيزات أمنية مشددة لتأمين مراكز الاقتراع. نهاية الحرة الآن، ألقاكم على رأس الساعة المقبلة مع موجز للأنباء.